السلام عليكم، معاكم شيماء الصادق. هنعمل مع بعض النهاردة كنافة بالمانجا، تحفة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، وزي اللي بناكلها كمان في الكافيهات. طعم أحلى بكتير. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتكلفنا حاجة. يلا نبتدي فيديو النهاردة، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد، والاشتراك أو سبسكرايب في القناة، وتفعيل الجرس علشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة. ويلا بينا نبتدي فيديو النهاردة ونشوف الكنافة بالمانجا الحلوة دي هنعملها ازاي. هحتاج معايا ربع كيلو من الكنافة الطازة، ولازم الكنافة تكون طازة ما تكونش مفرزة، بتدينا تيست أحلى، وكمان مش عاوزاها تكون مفتفتة قوي. معايا هبدأ أقصقصها بالمقصة، وممكن تقطعيها بإيدك، وأقطعها قطع لا كبيرة ولا صغيرة، مش عاوزاها تكون مفتفتة قوي معايا. وكده قطعت الكمية كلها. هجيب صينية فرن وهبدأ أحط فيها الكنافة. وهبدأ أفك الكنافة بإيدي بالشكل ده علشان لو فيها أي قطعة متماسكة تفك من بعضها. ومعايا 4 معالق كبار من السكر البودر، هبدأ أضيفهم للكنافة. السكر البودر هنا بيخلي الكنافة كلها لون واحد في التحمير. هفرك بقى الكنافة بتاعتي كويس جدا مع السكر. وبعد كده هضيف للكنافة كوباية الا ربع من السمنة. لازم السمنة تكون دايبة بالشكل ده، بس ما تكونش سخنة، ويفضل كمان تكون سمنة بلدي، بتدي طعم حلو قوي للكنافة. هفرك بقى الكنافة بتاعتي مع السمنة كويس جدا والسكر لغاية لما الكنافة تتشرب السمنة كويس جدا. لازم تغلفي الكنافة كلها بالسمنة بالشكل ده علشان بعد كده وانتي بتحمريها تاخد كلها لون واحد وتتحمر معاك كويس. وبعد كده مش هحتاج الفرن خالص، على البوتاجاز عادي. هفضل اقلب فيها بالمعلقه على نار هاديه جدا، لازم النار تكون هاديه علشان الكنافه ما تتحرقش معاك، وتفضلي تقلبي فيها لغايه لما تاخد معاك اللون الذهبي الجميل ده زي ما شايفين معايا. وما ينفعش طبعا تسيبيها على النار علشان ما تتحرقش منك. دلوقتي هبدا اجهز الكريمه بتاعتي. هحتاج كوبايه من الحليب، لبن الحليب، ولازم يكون متلج ساقع. وهحتاج باكت من الكريم شانتيه جاهز ده اللي بيتباع في السوبر ماركت. طبعا الكريم شانتيه الجاهز ده بيكون محلى، بيكون عليه السكر، فمش هحتاج ان انا اضيف له سكر خالص. هضربهم بقى مع بعض لغايه لما الكريمه تتماسك معايا. ودلوقتي هبدأ أجمع الكنافة بتاعتي مجهزة معايا. البولات دي زي اللي بنشتريها وزي اللي بنشوفها في المحلات وفي الكافيهات كمان، فضلت ان انا اجيبها عشان يبقى شكلها حلو في التقديم. طبعا الكنافة بالمانجا بتتقدم بكذا طريقة، فممكن تعمليها في طبق بايركس، ممكن تعمليها في بولات صغيرة زي دي، اي حاجة متوفرة عندك بتعمليها في اطباق. هبدأ بقى احط اول طبقة من الكنافة. وطبعا مش هحتاج ان انا اسقي الكنافة بالسيرب او الشربات، بكتفي بالسكر. لو حابة تضيفي شربات على الكنافة براحتك. بعد كده هبدأ اضيف طبق من الكريمة بالشكل ده. طبعا حطيت الكريمة في كيس حلوان عشان تسهل معايا. بحط بقى الكريمة داير ما يدور بالشكل ده علشان يدينا شكل الطبقات. وبعد كده هحط طبقة كمان من الكنافة. لو حابة بقى تزودي تحطي قطع مانجا، اي حاجة حابة تضيفيها. زي ما قلتلك بتتقدم بكام طريقة، انا بعمل معاكم بأبسط طريقة علشان تكون معاكم سهلة، وكمان طعمها هيبقى حلو جدا. لو حابة تضيفي اي مكسرات، اي حاجة حابة تضيفيها. وطبعا معايا توبنج المانجا، عملته معاكم في فيديو قبل كده، هسيب لكم الرابط الفيديو في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف تحت الفيديو. عملته معاكم طبعا هتعملوه بكل سهولة.
طبعا ده كنت مفرزاه، طلعت يا دوب فك معايا وشايفين شكله تحفه. بعد كده هبدأ اضيف بقى توبنج المانجا فوق الكنافه بالشكل ده. شايفين بقى الجمال زي اللي بتتباع بره بالظبط، وبتتباع غالية. احنا عملناها في البيت بأقل الامكانيات، متاخدش اي وقت ولا مجهود، وطعمها احلى بكتير. وكمان هتاكلوها فريش يعني طازة، وكمان انت عاملها بايدك. وطبعا زي ما قلت لك بتتقدم بكام طريقة، انا كان عندي البولات دي كمان هعمل فيها. حابة بقى تعمليها في طبق بايركس، في اي اطباق عندك، متوقفيش على حاجة. طبعا الكنافة بالمانجا مع شوية الجماهير، وانا من عشاق الكنافة بالمانجا، بحبها جدا. كفاية طبعا انك هتعمليها بايدك، وطبعا ما كلفتناش اي حاجة، بأقل التكاليف وأقل الامكانيات عملت احلى كنافة بالمانجا زي اللي بنشتريها من برا، والطعم احلى بكتير كمان وانضف طبعا. ويلا مع بعض ندوق الكنافة الحلوة دي. شايفين بقى طبقات التوبنج المانجا مع الكنافة والكريمة، حاجة ميكس خيال بجد بجد، طعمها حلو اوي. اتمنى تجربوها. اتمنى فيديو النهاردة، وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد. وطبعا الكومنتات الجميلة بتاعتكم بتفرحني جدا. ولو لسه مشتركتوش في القناة، اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل الوصفات الجديدة. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير. رمضان كريم عليكم جميعا.